رغم قرار النواب في بداية الجلسة سحب مذكرة تقدم بها 35 من زملائهم لطرح الثقة بوزير الشباب والرياضة محمد القضاء على خلفية اتهامه بإهمال المجلس، إلا أن نائب رئيس المجلس عاطف الطراوني أصر على تناولها تطبيقا للنظام الداخلي ليستهل ممثلو الأمة مناقشتهم للقضية بدفاع القضاء عن نفسه. وأمام هذا المجلس الموقر أريد أن أبين لكم جميعا أصحاب السعادة النواب بأنه إذا كان قد صدر منا تصرف من حيث القصور في حضور بعض الجلسات مما يفهم منه أنه إساءة لهذا المجلس الموقر، فإننا نعتذر عما فهم من إساءة، وأؤكد على احترامي الشخصي الكبير لكل واحد منكم. وفي وقت أعلن فيه نواب انسحابهم من مذكرة طرح الثقة أعرب آخرون عن دعمهم للوزير المذكور ورفضهم حجب الثقة عنه بحجة عدم قوة الأسباب الموجبة لذلك، في حين أيدت قلة مسألة إسقاط الوزير. ما حصل مع معالي وزير الشباب هو عبارة بعدما سمعنا من صاحب المذكرة ومعالي الوزير هو سوء فهم بينهما، إن هذا الكلام يعطل عمل المجلس ويعطل العمل الديمقراطي في هذا البلد. وانتهت الجلسة بتجديد النواب ثقتهم بالوزير بعد أن صوت 69 نائبا لصالح منحه الثقة مقابل حجبها من 8 نواب وامتناع 4 عن التصويت وغياب 39 آخرين. وحجب 8 وامتناع 4 وغياب 39 من مجموع 20. يزن الرماوي لبرنامج دنيا الصحافة.